تشاء الأقدار أن نودع سنة 2023 ونودع معها رجلاً من خيرة رجال الجزائر، رجلاً وطنياً مخلصاً شهماً لبى نداء الوطن خلال ثورة التحرير المجيدة ونذر عمره كاملاً لخدمة الجزائر شعباً وجيشاً. الله أكبر. السلام عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعظم الله أجرنا وأجركم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.